محمد أحمد لويس، محمد فادي لويس وحلا لويس، ثلاثة أطفال لم يتعدوا الخمس سنوات قضوا حرقا على سطح منزلهم في بر الياس. فحين كانوا يلعبون بكرتونة صغيرة لم يدركوا أن اللعبة التي اخترعوها ستكون آخر ما يلهون به. ولا يطلع إلى فهم العين كرتوني ومحترق ما في شيء ما في شيء. داخل هذه الغرفة المخصصة لتجميع الحطب قضى النازحون السوريون الثلاثة، ولم يدرك أهالي الأولاد وسكان المنطقة أن كارثة حلت إلا عندما شاهدوا سحب الدخان تتصاعد من السطح، فعملوا على الفور على إخماد النيران ليتفاجأوا بثلاث جثث على الأرض. ما بعرف، نحن طلعنا ولقينا النار ويلع، كان في ثلاث أولاد بس ما كنا شايفينهم. آخر شيء وقت صارت الدخان يروح ربما هو القدر الأسود الذي يلاحق السوريين أينما ذهبوا.